السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. فيديو النهاردة بيتكلم عن الصحفي إبراهيم عيسى، أو الكاتب والمحرر الصحفي إبراهيم عيسى، أو مقدم البرامج إبراهيم عيسى أبو حملان. إبراهيم عيسى له مجموعة قنوات، له مجموعة فيديوهات، وقدم برامج على عدة قنوات متعددة في التلفزيون. آخرها بيتكلم في برنامج دلوقتي موجود على قناة القاهرة والناس، واتكلم ابراهيم عيسى الراجل بينكر رحله الاسراء والمعراج. للي عايز يعرف الفيديو يدخل على اليوتيوب يسمع الفيديو، عايزين نقول لحضراتكم نجيبه لكم. لكن الراجل بينكر رحله الاسراء والمعراج، ويتكلم عن المعراج عنه تراها او شيء غير واقعي. وابراهيم عيسى سبق له قبل ذلك ان هو طعن في الصحابه وفي سيدنا ابو بكر وفي سيدنا عمر، وطعن في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. الراجل اتكلم عن البخاري ومسلم ومش معترف بيهم. الراجل انكر كل ائمه العلم في مصر وفي الازهر، واتكلم عن المشايخ والعلماء ان هم بيضللوا الناس. الراجل اتكلم برضه وفتح بقه واتكلم عن ان الست لها حق، اللي معرفش بيقولوا عليه حق ايه كده في الفقه، الواحد نسي. بيتكلم ان الست لازم تاخد فلوس من جوزها عشان خاطر تخدمه وتخدم ولادها. اللي هو ايه في يا عم ابراهيم؟ انت مش لك شغلانه، انت مين اساسا يا ابراهيم عيسى عشان تتكلم في الدين؟ طب الدوله سايبه ابراهيم عيسى ليه؟ ابراهيم عيسى له عده كتب، ومنها كتاب كان ظهره المستشار مرتضى منصور، الراجل المحترم اللي مسكه مره غسله ونشره وقال له يا ابو حملات، اذا كان انت شاكك في بنطلونك وربطه بحماله على كتفك، امال انت بتشكك في الاسلام وبتشكك في الامام الشعراوي وبتشكك في شيخ الازهر وبتشكك في علماء الازهر، انت مين ابراهيم عيسى؟ طب احنا بنقول الفيديو ده يا جماعه مش بنحط على الكراهيه ولا بنحط على اي شيء يخالف الشرع او القانون، ولكن نقول كل مسلم يغضب لدينه. كلنا ننزل على مواقع التواصل الاجتماعي صوره فيها في علامه اكس لابراهيم عيسى ان هو غير مرغوب فيه كاعلامي، وكلنا نقاطع القنوات اللي بيظهر فيها ابراهيم دوت وما فيما يدعى انه اسمه ابراهيم عيسى. نشوف القناه دي ونعمل لها ديليت من عندنا، من على القمر الصناعي، من على الريسيفر بتاع حضرتك. الكلام ده بيتعمل له احصاءات، والقناه بتعرف ان هي اتحذفت من اكتر من مليون او 2 مليون او 3 مليون بيت او منزل او ريسيفر. بتبدا القناه تبدا تفسخ عقدها مع الشخص ده لانه هيوقع القناه عندها. ده اقل ما نقدر نعمله. طب رساله لمين؟ رساله للمحامي الجميل سمير، الراجل المحترم اللي بيرفع قضايا ضد اي حد بيتكلم عن الدوله. رساله للمحترم الجميل مرتضى منصور، ترفع، بنطالب حضرتك ترفع قضيه نيابه عن الشعب المصري كله ضد هذا الشخص، في ان هو راجل بيعمل ازدراء للاديان. الراجل ده يا جماعه بيعمل فتنه في الشعب المصري. انا ممكن اقول عليك ايه؟ انت كل كلامك ده بيتكلم عليك ان انت غير معترف بالذات الالهيه. الراجل جاب ايات من القران الكريم وفضل يطبل ويرقص عليها ويتريق عليها. الراجل ده طعن في سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر وفي الصحابه. الراجل ده طعن في البخاري ومسلم. الراجل ده طعن في رحله الاسراء والمعراج. انت مين يا بني ادم؟ انت مع احترام ليك انت مين؟ ولا مفكر ولا باحث اسلامي ولا انت اي حاجه تذكر، ليه تتكلم؟ انت عمرك انتقدت على راي المستشار مرتضى منصور وزير في وزاره معينه؟ عمرك شتمت على وزير انه فاسد؟ عمرك اتكلمت على حكومه انها تعبانه ومش كويسه وادارتها للدوله مش كويسه؟ طب انت ايه شغلتك ابراهيم يا عيسى عشان تتكلم عن الدين الاسلامي؟ وازاي ان الدوله سايبه الشخص ده؟ يا جماعه انتوا بتزعلونا، يا حكومتنا انتوا بتزعلوا الشعب المصري كله. احنا ناس، انا راجل ازهري وما كنتش ازهري، فانا مسلم، وكل مسلم لازم يغضب ويزعل عشان خاطر دينه. لما واحد زي ده يتكلم ويطعن في الدين الاسلامي ويطعن في الذات الالهيه ويطعن في رحله الاسراء والمعراج ويشكك في عذاب القبر ويقول لك مفيش عذاب في القبر اصلا خالص، ويشكك في الحديث النبوي يقول لك ان مفيش حديث نبوي، وان الاسلام وان القران ما قالش ان احنا نؤمن بالحديث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. لما الراجل يطعن في البخاري ومسلم ويشكك فيهم، لما الراجل يتكلم في حق الامام الشافعي والائمه العظماء، لما الراجل يجي يتكلم عن ائمه الازهر ويقول مشايخ بيتوهوا الناس وبيضللوا الناس، انت بتتكلم عن ايه؟ انت ايه دخلك انت عشان تتكلم؟ انا بقول الكلام ده ليه يا جماعه؟ وبرغي ليه كده وبهابر كده؟
عشان اكون بريء قدام ربنا، اني اشهد الله اني ابغض هذا الشخص ما يدعى اسمه ابراهيم عيسى، واشكوه الى الله عز وجل، وبلاغ مني للنائب العام ضد هذا الشخص ما يدعى ابراهيم عيسى الذي يزدري الاديان والدين الاسلامي ويطعن في الدين الاسلامي. انت اشمعنى ابراهيم عيسى؟ انت لو مسلم، انت لو مسلم انت ليه بتتكلم اشمعنى في الاسلام؟ اشمعنى ما اتكلمتش في النصرانيه؟ اشمعنى ما اتكلمتش في اليهوديه؟ انت مين بقى ومين اللي محركك؟ وكل حبه يطلع لنا واحد اسلام بحيري وابراهيم عيسى والشيخ مش عارف اوزو ولا عارف كان مش الشيخ ايه زعتر ده اللي كان بيطلع في البرامج مع وائل البراشي. اشمعنى الناس ده قرفنا بيهم يا جماعه؟ انتوا مش عايزين البلد تفضل معيشه في سلام وامان؟ ابراهيم عيسى بيتكلم من حوالي اسبوع برضو عن الست المصريه وعن الست الصعيديه، وان امهات الصعايده في السبعينات كانوا بيلبسوا مايوهات. مايوهات يا عم انت مجنون في دماغك؟ مين الام الصعيديه؟ الصعايده لحد دلوقتي ستاتهم محترمين ومؤدبين وبيلبسوا احسن الثياب وفيهم افضل الصفات والعادات والتقاليد المصريه مرتبطه لحد دلوقتي وموجوده عند الصعايده. انت ازاي بتتكلم في ناس زي دي وتطعن فيهم؟ وطلع اتكلم اكتر من صحفي وقال له انت ازاي بتعمل بتهيج الراي العام وبتتكلم عن امهات الصعايده؟ انت شغلتك ايه؟ شغلتك تهيج الراي العام؟ ولا انت مسقوع علينا من حد معين عشان خاطر تتوه الناس وتبرمج دماغ الناس؟ لا يا ابراهيم يا عيسى، حاول تلم نفسك شويه وتلم لسانك وتحفظ لسانك. ورساله للازهر والشيخ الازهر، يا فضيله الامام الاكبر شيخ الازهر، ما بنقولش حضرتك تقول بيان يتكلم عن الراجل ده، لا بنقول حضرتك في عندنا محامين ومستشارين قانونيين في مشيخه الازهر يرفعوا قضيه ضد هذا الشخص ما يدعى ابراهيم عيسى، عشان نكون ابرأنا ذمتنا امام الله عز وجل. راجل بيعمل ازدراء للاديان ومخالف للشرع ومخالف للقانون، بيشتم على الدين الاسلامي، بينكر ثوابت من الدين وكرحلة الإسراء وكعذاب القبر، بينكر البخاري ومسلم، راجل بيتنمر على الصحابة وعلى التابعين. فاحنا عايزين حد يرفع قضية يا جماعة. أنا عن نفسي بقدم بلاغ فيه للنائب العام من خلال الإعلام اللي احنا بنتكلم فيه عن طريق اليوتيوب، وبدعو كل واحد يعمل له بوست كده على الفيسبوك وعلامة إكس على إبراهيم عيسى ويتكلم، وكل واحد يعمل ديليت للقناة اللي هو شغال فيها واللي هو بيبث عليها البرامج بتاعته، عشان كده نبقى وصلنا رسالتنا ونقول لا أي حد يجي عن الدين الإسلامي، الدين الإسلامي خط أحمر يا جماعة، ما حدش يجي ناحيته. اتكلم عن أي حاجة تانية، ارغب أي حاجة تانية، شوف لك شغلانة اتكلم فيها وأنت مش فاهم في أي حاجة، اتكلم في السياسة في اقتصاد في طبيخ في أي حاجة خالص، لكن ما تكلمش في الدين الإسلامي. سيب علماء الأزهر اللي هو مش العلم، علماء الأزهر اللي هم أسياد العالم كله على مستوى العالم، اللي هو الأزهر اللي في مصر منارة العلم والعلماء، اللي هو بعت العلم جميع أنحاء الأرض. أنت مش عاجبك علماء الأزهر؟ أنت يا ابني ولا الله يسامحك، الله يسامحك، ربنا يا أخي ينتقم منك يا راجل على الكلام اللي أنت قلته على الإسلام وعلى المسلمين وعلى الصحابة وعلى التابعين، ونبرأ إلى الله عز وجل من هذا الكلام. يا ريت كلنا نشير الفيديو ده يا جماعه ونعمل لايك للفيديو عشان يكبر يوصل لاكبر عدد من المتابعين. بشكركم على المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.